المسجد بجد. بصراحة ما كنتش متوقعة خالص ان انا اشوف اللي انا شفته. اكتر حاجة عجباني التفاصيل، يعني كل ما ابص على تفصيل كل حاجة مش مصدقة ان دي حاجات هاند ميد. ايه الجمال ده؟ تفاصيل، اذا تريد تحب التفاصيل هذا المكان خرافي. كل حاجة بتقول قصة، كل حاجة بتقول حدودة. الله والله العظيم شيء خرافي. ناطحة سحاب في الدار البيضاء. الساحة اللي احنا فيها دي هي المسجد. المنارة دي اعلى منارة في العالم، 200 متر تقريبا وشوية، عالية جدا وكبيرة جدا يمكن عشان المكان واسع. لكن بصوا الناس ماشية هناك تحتيها قد ايه، صغارين ازاي. في واحد من اكبر مساجد العالم، جامع الحسن الثاني في الدار البيضاء، جوهرة مغربية على الماء. هذه المئذنة الشامخة تمتد في السماء 200 متر، بناية من 66 طابق، ناطحة سحاب. مو مجرد جامع، جامع ومدرسة وكلية للفنون، معلم من معالم المغرب. احنا الآن فعليا فوق البحر، الجامع مبني فوق البحر. تحفة، تحفة معمارية، شوفوا لبها بالبناء. هنا في الأعلى قسم النساء، بناية ضخمة وفخمة، وكامل البناية على البحر، بل هي على البحر، فوق البحر. فتح السقف ده لسه مفتوح دلوقتي، والإنارة والإضاءة بتاعت المسجد بقت حاجة تانية. أول ما المسجد أو أول ما السقف اتفتح، لو أخدت شاي هغلغلغاتك. لا يلا بينا. مرحبا. اسلم إيديكي.